السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. هنكمل مع بعض إن شاء الله منهجنا. أهلا، مين معايا؟ محمود؟ لا محمد، وهيك يا ولد. أنت طيب. حضرتنا الثالثة النهاردة بعنوان Parallel Algorithm Design. زي ما اتفقنا من أول محاضرة إن الجزئية الأولى بتبقى نظري شوية، بنتعلم فيها التكنيكس اللي احنا هنستخدمها، وبعد كده نبتدي نطبق الكلام ده. فيمكن المحاضرة دي من أهم المحاضرات أو البيز بتاعنا اللي هنمشي عليه في بقية جزء كبير من المنهج، اللي هي لما نفكر إن احنا نصمم parallel algorithm، إيه المراحل المختلفة اللي المفروض لازم نمر عليها، وكل مرحلة منهم عبارة عن إيه، اسمها إيه، الهدف منها إيه، و الطرق اللي بنطبقها ايه. ف كلكتشر اوفريو احنا عندنا 4 بيزك ستيجز بنمر عليهم، اللي هم خاصين بمرحلة الديزاين البارل الجوريزم، بنسميهم الديزاين ستيجز. الاتجاه التاني اللي هو انت هنفكر بأنهي طريقة عندنا في البارل الجوريزم ممكن نصمم بأكتر من مفهوم أو بأكتر من موديل. فهندرس مع بعض الديزاين مودلز المختلفة، وأخيرا هنتعلم مع بعض إزاي نقدر نحسب البرفورمانس، يعني نعمل أناليسز للأداء بتاع الديزاين اللي إحنا عملناه. يبقى يعني إحنا المفروض في الكورس ده نتعلم مع بعض how to design a parallel algorithm. عشان نعمل ده بنقول إن في stages أساسية كده لازم نمر بيها. بنقول إن في أكتر من موديل ممكن نفكر نستخدمه في التصميم، وأخيرا لما بيبقى عندي أكتر من تصميم أو بعد ما بخلص التصميم بتاعي ببقى بحتاج إن أنا أعمل شوية أناليسيس كده عشان أعرف الكفاءة بتاعة الألجوريثم بتاعي ده شكله إيه. فمن هنا بحتاج إن أنا أعرف إيه البرفورمانس أناليسيس دي بتتم إزاي، أو إيه الماتريسيس اللي أنا بستخدمها عشان أقدر أحكم بيها على الألجوريثم بتاعي أو أقارنه بواحد تاني. دي إن شاء الله التوبكس الأساسية اللي هنتكلم فيها النهارده. بنبدأ بأول جزء اللي هو Design Stages. عندنا for designing parallel algorithms we can structure this process by 4 stages. إحنا الأساس بتاعنا عندنا problem كبيرة، واتفقنا إن إحنا عشان نصمم problem دي in parallel يبقى هنحاول إن إحنا نبص عليها إزاي نقسمها لأجزاء، والأجزاء دي related ببعضها ولا لأ، وإزاي مين أنهي بروسيسور هينفذ أنهي جزء. فبندي هنا زي فورمال كده أو حاجة ستاندرد بنمشي عليها لأي بروبلم بتقابلنا، إن أول مرحلة هنبتدي نفكر فيها الأساس بتاعنا اللي هو بنسميه الديكومبوزيشن أو بارتيشنينج، بمعنى إن إحنا هنبص على البروبلم بتاعتنا الكبيرة دي ونحاول نعمل إيه، إن إحنا ديكومبوز ذيس بروبلم إنتو سمول تاسكس، يعني نقسم البروبلم الكبيرة اللي احنا شايفينها كبلوك واحد كده إلى مجموعة من الأجزاء. يعني كل سيركل هنا نقصد بيها إن بدأنا نقسم البروبلم بتاعتنا لأجزاء مختلفة، بحيث إن نقدر على قد ما نقدر نحاول إن ننفذ معظم الأجزاء اللي احنا قسمناها دي concurrently. وقلنا concurrently قبل كده نقصد بيها at the same time، يعني في نفس الوقت أو بموحزة، يعني إن في وقت معين بروسيسور شغال فيه بروسيسور تاني بيبقى شغال برضو بينفذ تاسك تاني. فبالتالي هنا نرجع ندي كده definition formal لكلمة تاسك دي، بنقول إن إحنا بنقصد بيها individual sequential computation unit. يبقى أي أنا عندي أي جزئية أو وحدة من الحسابات عبارة عن مجموعة من sequential instructions اللي بتحسب حسابات معينة وأنا فصلتها لوحدها بقول إن دي بنسميها task. يبقى إحنا أول مرحلة عندنا في designing parallel algorithms هي ال decomposition partitioning، بمعنى إني هاخد ال problem بتاعتي كلها على بعضها وأشوف كل ال computations اللي مطلوبة مني إيه، وأبتدي أحاول إن أنا أقسمها أدور كده على sequence ورا بعضه من الcomputations، يكون أقدر أفصله عن sequence تاني، أقدر أبصله على إنه
indivisible أو يعني جزء كده ما أقدرش أجزأه أكتر من كده، وأوزع التاسكس بتاعتي دي أو أقسمها، أحدد كل تاسك منهم. عادة بنبتدي نستخدم فور تاسك بنستخدم السيمبل كي، فهتلاقينا مثلا بنقول معانا T1 T2 T3 ونبقى احنا عارفين ان ال T اللي احنا بنستخدمها دي نقصد بيها تاسك، يعني indivisible sequential computation unit، يعني جزء كده من الحسابات اللي انا عايز اعملها. وفي الحقيقة ان هي المفروض تبقى linked مع بعضها، او ان انا ما اقدرش اقسمها اكتر من كده، بنقول ان ده الجزء من الحسبة بتاعتنا. تاني stage عندنا اللي هي بنسميها الكوميونيكيشن. بعد ما بنقسم الأجزاء دي مش كلهم بيبقوا individual، يعني مش كلهم بيبقوا بعاد عن بعضهم خالص، مفيش أي dependency ما بينهم، أو مش محتاجين لكوميونيكيشن ما بينهم، والبعض الآخر لأ، يعني ممكن أعمل ده. فبالتالي في second stage بنقول اللي هي بنسميها الكوميونيكيشن، بنحدد إحنا محتاجين كوميونيكيشن إيه بالظبط، اللي هي determine communication required to coordinate task execution. احنا في المرحلة الأولى قسمناهم لمجموعة من التاسكس، بس مسألة مين هيتنفذ امتى ومين اللي concurrent ومين لأ، مين محتاجين ان احنا نستنى ان هو يتأخر شوية لحد ما تاسك تاني يخلص، مين التاسك اللي لازم نبدأ بيه الأول، بنعمل coordination دي، يعني بنرتب التاسك execution طبعا depend على البروبلم الأساسية. أكيد في سيكونس كان في الأول إحنا المفروض نعرفينه من الفكر الأساسي بتاعنا كسيكونشال ديزاين، وعارفين إن إيه اللي المفروض يتحسب الأول، إيه اللي معتمد على التاني. من المفهوم ده هنقدر في المرحلة الثانية دي نحدد هل إحنا محتاجين كوميونيكيشن ولا لأ. لو محتاجين كوميونيكيشن هنبتدي نعمل لينك كده، يعني الفرق بين الرسمة الأولانية والرسمة الثانية إن هتلاقي في بعض التاسكس اتفقنا إن السيركلز دي أو النودز دي represent هنا لتاسك indivisible sequential computation unit، يعني فهتلاقي فيهم اللي بعيد عن بعض وملوش دعوة ببعض زي مثلا ده وده، وفيهم اللي related مع بعض بلينك زي كده. إحنا في المرحلة دي بنحط اللينك ده في الرسمة اللي إحنا التصور بتاعنا للبروبلم بتاعتي، بناء على ايه التاسكس اللي عندي اللي ديبند على تاسك تاني. ديبند عليه بمعنى ان ايه، احنا بنقول ان في الاخر انا بعمل شويه حسابات، فلو عندي في حسبه معينه محتاجه لحسبه قبلها فبقول ان في ديبندنسي ما بينهم، يبقى اكيد عشان ابدا انا الحسبه بتاعتي لازم اعرف النتيجه بتاعه الحسبه اللي قبلها الاول، بنحتاج لكوميونيكيشن، ببتدي اسال اللي حسب الحسبه الاولى دي التاسك الاولاني طلع بنتيجه كام، وبساله عليها ويبعت لي النتيجه علشان ابتدي انا اكمل الحسابات بتاعتي في التاسك التاني. ودي طبعا ليها امثله كتيره، يعني حد فيكم كده ممكن يفكر في مثال على ديبندنسي ممكن يكون شافها في سيكونشال الجوريثم هو صممه قبل كده، او اي كومبيوتيشنز عندنا سامبل خالص بس تقول لي ان في واحده منهم ديبند على الثانيه. معايا يا شباب؟ يا دكتور مع حضرتك. طيب في مثال كده حاجه خطرت على بالكم؟ وفي مثال جه في دماغي على الاندبندنت، يعني مش معتمدين على بعض زي الميرج سورت اعتقد. طيب الميرج سورت تقصد بيه لما بنقسم يعني السيكونس بتاعنا لجزئين ونعمل سورت لكل جزء لوحده، صح كده؟ طيب الاجزاء اللي احنا بنفصلها دي ممكن اعمل سورت لكل جزء individually، فيبقى دول in parallel ممكن اعملهم، لكن عمليه الميرجنج يعني اكيد في ستيب بعدها. عمليه الميرجنج دي ديبندنت اعتقد. يبقى انا دلوقتي عندي لو فكرت فيها كتاسك ممكن اقول ان لو قسمت السيكونس بتاعك لاثنين يبقى في تاسك واحد هيحسب هيرتب النص الاولاني، وتاسك اثنين هيرتب النص الثاني، ودول اندبندنت اللي هم ممكن نرسمهم في الرسمه بتاعتنا بعاد عن بعض كده، لكن او نبص لدول مثلا. لكن الميرج ممكن نرسمه حاجه زي دي اللي هو هيحتاج الريزلت السورس الاولاني
والريزلت السورتد التاني، ويبقى التاسك التالت اللي عندنا اللي هيعمل ايه؟ ميرج. فبالتالي بيقول هيحتاج لكوميونيكيشن هنا. تمام كده، وصلتكم الفكرة نقصد بيها ايه المرحلة التانية دي؟ تمام. يبقى احنا بدأنا ان بيقول ان ديزايننج البارل الجوريثم احنا هنعمل ايه؟ فور ستيج. الستيج الاولانية بدأنا نقسم البروبلم بتاعتنا، زي مثلا المثال بتاع زميلكم ميرج، بقى بنقول في تاسك هيعمل سورت الجزء، وتاسك هيعمل سورت الثاني، وتاسك تالت هيعمل ميرج ما بين الريزلتد سورت سب سيكونس او سب فيكتور. والمرحلة التانية هنحدد الكوميونيكيشن، ايه التاسكس اللي هم individual مش محتاجين لأي communication هنسيبهم بعيد عن بعض، والتاسك اللي ما بينهم dependency هنبتدي نعمل لينك في الرسمة كده عشان نبقى عارفين اني مش هقدر ابدأ في التاسك ده الا لما ابتدي احصل على بيانات من التاسكس اللي قبلي اللي لازم تسبقني في الاكسكيوشن. عشان كده بنقول ان من دي احنا بنرتب بنعمل coordination للتاسك execution، مين هيتنفذ قبل مين. نروح للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة بيسموها agglomeration، بعض الكتب بتترجمها ان هي يعني دمج الى حد ما. بيتم فيها ايه؟ بنعمل combine the tasks into larger tasks to improve the performance or to reduce communication cost. بمعنى ان انا عملت في التقسيم الاولانية tasks كتيرة وبدأت احدد اللينكات اللي ما بينهم، لكن ساعات بنبص ان ايه ما كانش من الاول المفروض ان انا افصل الجزئيه دي الوحده دي من الحسابات لتاسك منفصل، وهي في الاخر حاجه زي كده الميرج دي في الاخر ديبند على مثلا الاثنين التانيين دول. احنا طبعا في الميرج بنقعد نقسم اكتر من مره، فبالتالي في اخر ستيب عندنا بيبقى تقسيمه بسيطه، كان ممكن ان احنا ايه نضم الميرج بتاعتها مع بعض. لو عندي قسمنا الفيكتور بتاع الأجزاء لحد لما أكيد طبعاً تبقى فاهمين إن لما بيجي نقسم بيبقى فيه كونديشن نوقف فيه التقسيمة ونبتدي نحسب. ففي بعض الإيه طبعاً ده مثال، لكن إن جنرال أنا في بعض الحالات بلاقيني إن أنا في الأول لما فكرت في البروبلم في الأول قسمتها كتير قوي لتاسكس كتيرة، وفصلت تاسك عن تاسك تاني، مع إنه في الآخر في منهم بعض ديبندنسي يخليني ان انا كان الافضل ان انا اجمعهم مع بعض كوحده واحده، او ابص لهم كوان يونت كده كتاسك واحد كبير انا هتعامل معاه. ففي المرحله الثالثه دي احنا بنعمل كده، بنعيد حساباتنا زي ما بنقول، بنبص على اللي احنا عملناه التقسيم الاولانيه المبدئيه بالكوميونيكيشن لينكس اللي حاصله، ولما بنلاقي ان في جروب من التاسك كده في ما بينهم بعض كوميونيكيشنز كتيره هتاثر الكوست بتاعها، هيأثر على البرفورمانس بتاع الالجوريثم بتاعي هيخليه عالي قوي، لا يبقى نفكر ان احنا نحسن بقى الاداء بتاعنا، ان احنا نحاول نقلل من الكوميونيكيشن كوست ده، يعني نجمع الحاجات اللي ما بينها وبعضها كوميونيكيشنز كتيره ونعتبرها ان دي وان لارجر تاسك هنتعامل معاه. لو في بقى ما بين التاسك الكبير ده والتاسك الثاني في كوميونيكيشن محتاجينها فبنبتدي نعمل ايه اللينك بتاعنا. فهتلاقي ان الكوميونيكيشن اللي في الرسمه دي هنا بقى عباره عن الايه البولد اركس دي او الخطوط العريضه دي، هي دي الكوميونيكيشن. في الاول كان عندي خطوط رفيعه كتيره ادتني كوست عالي، فبدانا نضم دول. معنى ان انا ضميت دول معناها ان بقى تاسك كبير اللي احنا شايفينه ده، طبعا تاسك كبير يعني هنديه البروسيسور واحد فمش هحتاج لكوميونيكيشن، كاني لغيت الكوست بتاع كل الايه الانترنال كوميونيكيشنز دي وبقيت عندي بس الكوميونيكيشن الخارجيه اللي احنا شايفينها دي، فقللنا من التكلفه بتاعه الكوميونيكيشن فبالتالي حسنا من الاداء. كمان بنقول also هنا في المرحله دي determine whether it is worthwhile to replicate data and or computation. يعني الاجلوميريشن دي اول حاجه بيركز على لو في كوميونيكيشنز كتيره والكوست عالي هنبتدي نقللها عن طريق ان احنا نضم بعض التاسكس الصغيره دي ونكومباين ذم ل وان لارج تاسك. الحاجه الثانيه اللي لازم نعملها في المرحله الثانيه دي برضو ان نفكر هل لو انا عملت قررت من الحسابات ريبليكيشن يعني تكرار، بمعنى ان انا اعمل اكتر من نسخه يعني، فهل في بعض الحسابات
بدل ما كلهم معتمدين عليها كده وكلهم مستنيينها عشان تتحسب وبعدين انا ابدا بقيه التاسكس واكمل. طب ما انا ممكن اعمل ايه؟ اطبق مفهوم الريبليكيشن، بمعنى ان الحسبه الاولانيه دي اللي كلهم واقفين عليها انا ممكن اوزعها او اخد ايه نفس نسخه منها اديها ليهم كلهم، اخليهم كلهم يحسبوها ويكملوا مع بعض بقى انطرى كده الايه بقيه الحسابات. فبالتالي انا كده هبقى وفرت الكوميونيكيشن. الكلام ده يطبق على الديتا وعلى الكمبيوتيشن اللي انا قلته على الكمبيوتيشن. لو على الديتا ان مثلا كلهم ديبند على فاريبل معين القيمه بتاعته هتتحسب في الاول، طب ما انا ممكن ان انا اخد اكتر من نسخه من الفاريبل ده وكل واحد فيهم يبقى مع نسخه من الفاليو دي البيانات دي ويشتغل عليها. نحاول كده نقول مثال على ال replication. ونحاول كده نناقش مع بعض هل ده ازاي بيوفر في الايه في الكوميونيكيشن. نقول مثلا كده دايما لما بنيجي نعمل الخم فبنبتدي نعمل initialization كده، بنقول الاس في الاول equal zero، وبعدين قلنا بعدها بنعمل for loop على الاي ونبتدي نقول ان الاس equals s plus x of i. المثال ده طبعا كلكم يعني اتدربتوا عليه ونفذتوه وسيكونشالي وكنا بنستخدم فور لوب. احنا لو بارلل قلنا لو عندي طبعا الكلام ده كان بيكرر ان من المرات ولان كان اللينس بتاع الفيكتور اكس اللي عندي، فلو انا معايا ان من البروسيسور اتفقنا من المحاضرات اللي فاتت ان ممكن الفور لوب دي انفذها ان بارلل واخلي كل بروسيسور يحسب حسبه من الحسابات دي، يعني يتعامل مع اونلي وان digit أو one value من ال vector. كل processor bi هيحسب الحسبة اللي بتتعامل مع ال xi. طب ال s اللي بتساوي zero دي اللي في الأول اللي هو هيستخدمها هنا دي كده هنقول إن في dependency، يعني أنا عشان أقول إن ال s بتساوي s زائد xi لازم الأول أبدأ أعمل initialization لل s بزيرو. تمام، ده طبعا مجرد مثال. أو مثلا لو عايزين المينيموم يبقى هنقول إن كله بيبتدي يقارن العنصر اللي عنده بالمينيموم فاليو. طب المينيموم فاليو دي بكام؟ كنا في الأول بنعمل لها initialization ونديها مثلا قيمة كبيرة. ففي الأول الستيب الأولانية دي لو أنا خليت واحد بروسيسور بس اللي ينفذها والباقيين كلهم مستنيين إن هما يتبعت لهم نسخة من الـ S دي عشان يبتدوا يكملوا المعادلة دي، طبعا هنا هيبقى communication overhead عالي. فبنقول بنحلها ازاي؟ ان احنا نعمل بقى replication للcomputation. الحسبة بتاعت S بتساوي zero دي هخلي كل البروسيسورز ينفذوها، والحسبة بقى بتاع كل واحد فيهم التانية دي كل واحد فيهم هينفذها على ال XI بتاعته. فبالتالي هنا انا مش هحتاج الcommunication، يعني لو عندي الفيكتور فيه 10 عناصر وانا جبت 10 بروسيسور هخلي كل واحد فيهم ايه يبدا يحط الاس اللي عنده بتساوي صفر ويجمعها على الاكس اوف اي اللي عنده. او المثال طبعا بتاع السميشن شويه ايه الى حد ما الباراليزم فيه صعب تصوره، لكن لو خدنا مثلا المينيموم لو قلنا انا عندي ام ده اللي هو المينيموم وهبدا في الاول مثلا الام بتاعي بكام، نبدأ بكام حاجة يعني كبيرة خارجة عن الرينج بتاع الفيكتور بتاعه، يعني أنا بدي مجرد إكزامبل. وبعدين هتيجي تعمل هنا التستنج على الام اف كنا بنعمل التست ايه التست بتاع المينيمم ايه يا شباب؟
يبقى عندي الاليمنت بتاع الفيكتور وعايزين نقارنه بالايه بالمينيموم ونشوف مين الاصغر ونبدل وهكذا. فكان بيبقى عندي هنا if statement ونكمل مش مشكله نكتبها حتى. الايف ستيتمنت هنا كانت بتشتغل كل واحد فيهم على الاكس اوف اي اللي موجوده في الفيكتور وبتقارن بالام. فبالتالي ام اللي بتساوي 1000 اللي في الاول دي الانيشال ستيب بتاعتي دي انا برضو ممكن هنا اعمل ايه اعمل ريبليكيشن ليها عشان خاطر اخلي كلهم يقدروا يعملوا التستنج في نفس الوقت. وطبعا انا لما اعمل ريبليكيشن للام دي واخليهم كلهم يشتغلوا ان بارلل كونكرنتلي كل واحد فيهم هيحسب الام فبرضو هتاخد مني وحدة زمن واحدة مش هتأثر معايا على التايم بس هبقى وفرت كوميونيكيشن. يبقى عندنا هنا ده مثال على الريبليكيشن اللي ممكن أفكر فيه في المرحلة دي للكمبيوتيشن كديتا. مثلا لو أنا بعمل سيرش لإليمنت معين هل هو موجود في الفيكتور ولا لأ كنت بسأل هل مثلا الإكس ده بيساوي وخلينا بقى الواي اللي بندور عليه ده هل بيساوي الإكس أوف أي ولا لأ. فالواي ده لو انا موجود عندي في الميموري بتاعت واحد فيهم والباقيين مش شايفينه هتلاقونا في الديزاين بتاعنا بنعمل كود كده كامل عشان نعمل برودكاستنج للاكس. يعني عشان ناخد نسخه ريبليكا من الاكس دي سوري الواي اللي هي بندور عليها ونبتدي نوزعها على كل البروسيسورز عشان لما يجي يعمل المقارنه بتاعت السيرش يبقى عنده الفاليو بتاعت الاليمنت اللي بنبحث عليه اللي هو الواي ويقارنه بالاكس اوف اي اللي عنده. المهم يعني في المرحله دي ان جنرال بنقول ان احنا في الاجلوميريشن مطلوب مني ان انا اقلل على قد ما اقدر الايه الكوميونيكيشن كوست. ليه؟ عشان احسن من الاداء. ده بقلله عن طريق ان انا بعمل حاجتين بحدد التاسكس اللي فيها كوميونيكيشنز كتيره وانا قسمتها قوي زياده عن اللزوم ابتدي اعملها اجلوميريشن او كومباينيشن اضمها اخليها كلها مع بعضها كوحده واحده زي ما شايفين في الرسمه كده. والحاجه الثانيه ان انا بحدد هل محتاج اعمل ريبليكا او اعمل ريبليكيت للديتا او للكمبيوتيشن او للاثنين مع بعض وهكذا. ايوه محمد اتفضل. في المثال يا دكتور بتاع المينيموم يعني هو انا مش حاسس ان انا مش فاهم كويس. هو لان هو المفروض عشان اجيب المينيموم لازم يكون في شير للمينيموم دي مع كل البروسيسور اللي شغاله مش كده؟ يعني مثلا حاطط المينيموم ب 1000 هو كل بروسيسور مثلا واخد سيل او واخد اندكس معين فبيقارنه بالاندكس بتاعه فكده بقى عندي مينيمم خاص لكل بروسيسور. تمام. فانا برضو مش عارف هيطلع برضو المينيمم ازاي الا لو كان بقى الام ديت معملها شير مع كل البروسيسور وبتتغير على حسب يعني هو كل البروسيسور بيروح يقارن المينيمم بالاندكس بتاعه لها صغيره مثلا بيلاقيها لها اصغر من المينيمم اللي عنده فبيخلي المينيمم بتساوي الاندكس الاصغر اللي عنده وبالتالي بقى عندي قيمه للمينيمم برضو بس نفس الوقت كل ايه قيمه عند كل بروسيسور يعني هي بقت برضو متغيره عند كل البروسيسور اللي شغاله في نفس الوقت. هنرجع بقى ساعتها ايه نقول طب احنا هنعمل الفكر ده على انهي موديل على شيرد ولا على ديستريبيوتد. لو شيرد مثلا لو احنا بنطبقه على البي رام اللي هي المحاضره اللي فاتت قلنا في البي رام ممكن ان انا استخدم الكونكرنت رايت وابتدي استخدم فانكشن معينه اخليهم كلهم يعملوا رايتنج على المكان اللي انا عايز ارجع بيه بالاندكس بس ممكن استخدم الفانكشن اللي هي اسمها مينيموم تقوم تاخد لي اصغر اندكس بمعنى انا اول اكزيستنس للاليمنت اللي انا لقيته دوت كان هنا المينيموم بتاعي هو ده. تمام. يعني هل ده تصوري بقى لكن لو ايه تصوري صح كده لو انت كويس تفكر كده كويس جدا احنا دلوقتي واحنا ايه شغالين هنبتدي نقول ايه
إيه لما نيجي بقى ايه نقلل الكوميونيكيشن، طب نعمل ايه؟ طب لما نيجي نعمل تيستنج للام، انا طبعا بقول لك ان عدد البروسيسورز استحاله بيبقى على طول الايه الفيكتور بتاعي، يعني الفيكتور بتاعي 100 مثلا، بقول لك معايا انا معايا 4 بروسيسور، فبنبتدي نقسم الفيكتور بتاعنا على الاربعه دول، فكل واحد فيهم بيبقى مثلا معايا 25 عنصر من الفيكتور، بيبتدي يدور إيه خلاص سيكوينشال كل واحد فيهم على ال 25، بس في نفس الوقت كل واحد فيهم هيطلع لي المينيمم من ال 25 اللي معايا. وبعدين في الاخر بقى نقول طب هنضم الدنيا ازاي؟ زي ما من شويه قلنا في السورت هنعمل ميرج، فهناخد من هنا وهنا. في اي بروبلم بقى تانية برضه هيبقى الفكر كده، انت هيبقى عندك الفاينل ريزلت في اكتر من بروسيسور، فبتبتدي تفكر هنجمعها ازاي؟ ونجمعها ازاي بحيث ان احنا نحصل على النتيجه صح. فمن هنا بقى ببتدي اشوف طب هم كلهم شيرد ميموري، يعني كلهم هيكتبوا في نفس المكان، او هم هستخدم كونكرنت رايت وادور بقى على الفانكشن المناسبه، ولا هم ديستريبيوتد. لو هم ديستريبيوتد يعني كل واحد معاه الميموري بتاعته، يعني في كوميونيكيشن زي ما احنا بنقول هنا، خلي بالك احنا بندرس هنا الكوميونيكيشن، فيبقى ده معناه ان بنقول ايه ان في حد فيهم هيحتاج بيانات من التاني، وهيبقى فيه سند وريسيف. طب التاني ده موجود فين بالظبط؟ مين اللي بينفذه؟ هنبعت بيانات ازاي؟ كل ده هتلاقينا بندرسه مع بعض اثناء ديزاين، عشان كده بنقول المرحله دي هي بس الاساس، الفكر بتاعنا بننسق فكرنا واحنا بنشتغل هنفكر ازاي. لكن طبعا الامثله دي كلها احنا هندرسها مع بعض، وهنلاقيها انها يعني ما هي سيمبل قوي كده زي ما انا بكتبها سطرين، بس انا بحاول ايه اشغل دماغكم شويه في الموقف اللي هنبقى فيه، لو بنفكر في مينيمم، لو بنفكر في صم، وهكذا. هتلاقي زي ما تقول كده ان انت طب هم كلهم كل واحد فيهم بيكتب في حته، ولا كلهم معاهم شيرد ميموري فهيكتبوا في نفس المكان، ولا انا في الاخر كده الريزلت بتاعتي بقت عندي ايه اكتر من ريزلت في اكتر من ميموري، على حسب بقى ايه مين اللي هيفصل معايا الموديل اللي انت هتطبق عليه. عشان كده قلت المحاضرة اللي فاتت لما هنيجي نصمم الالجوريثم هنقول باستخدام البيرام، لو معانا مثلا ديستريبيوتد ميموري واحنا موزعينها على هايبر كيوب، يبقى الاكسات اللي احنا بنقول عليها دي اللي هي الاليمنتس بتاعت الفيكتور ده، كل بروسيسور عندي في نود من الكيوب بتاعي ده معاه الاكس اي بتاعته، لكن الباقيين مش شايفين ايه بقيه الحاجات. عشان كده مثلا المثال اللي قلت عليه السيرش، طب مين بقى اللي فيهم اللي معاه العنصر اللي احنا بندور عليه؟ لو قلنا ان البي بروسيسور هو اللي معاه العنصر اللي بتدور عليه، يبقى الباقيين ما يعرفوش يدوروا الا لما يعرفوا الاول بيدوروا على ايه. لو ادينا له رمز دي مثلا، هتلاقينا بنعمل ايه، بنخلي البي زيرو ده يبعت نسخه من الدي للباقيين، فده اللي بنقول عليه الايه ريبليكيشن للديتا. المينيموم يبقى هنعمل ريبليكيشن لايه للكمبيوتيشن اللي هي الانيشال اللي في الاول، احنا كلنا فخلينا كلنا نحسب الحسبه الاولانيه، احنا هنبدا المينيموم بتاعنا بيساوي كام، ده اللي اقصده في الايه في المرحله دي. وطبعا كله هيتضح اكتر لما نبتدي ناخد بقى بروبلم معينه ونبتدي ندرسها مع بعض ونطبق الفكر اللي احنا بنقوله النهارده، ان احنا هنبتدي اول حاجه نبص على ايه التاسكس اللي ممكن نقسمها لكذا تاسك ازاي، بعدها طب مين اللي محتاج بيانات من جزء تاني، او مين اللي ديبند على مين، نقوم نحدد الكوميونيكيشن. وبعدين في مرحله الاجلوميشن اللي احنا بندرسها دلوقتي، بنقول هنبتدي نحاول على قد ما نقدر نحسن من الاداء عن طريق ان احنا نقلل الكوميونيكيشن دي، يا اما نجمعهم سوا نخلي بروسيسور واحد اللي هينفذ مجموعه من التاسك، او ان احنا نعمل ريبليكيشن للديتا او للحسابات. المرحلة الرابعة عندنا اللي بنسميها scheduling أو mapping، بمعنى إن بنقول مين اللي هينفذ أنهي جزئية. إحنا دلوقتي خلاص هم قسمناهم أدي 2 4 6 مثلا، نبتدي نقول المجموعة الأولى دي أنهي بروسيسور اللي هينفذها، المجموعة الثانية مين اللي هينفذها، وهكذا. ف theoretically بنقول إن هنعمل إيه، هن assign each task to a processor in a manner that minimizes the execution time by minimizing the communication and the idling. The idling قلنا المرة اللي فاتت يعني الوقت اللي البروسيسور فيه بيقعد مش شغال خالص، قاعد فاضي ما بيعملش حاجة، والكوميونيكيشن خلاص احنا فاهمينها اللي هي لما يبقى فيه send و receive
ما بين اتنين بروسيسورز، ده بيبقى له كوست، بيبقى له وقت، بيبقى له حساب عندي لازم اخلي بالي ان اقلله على قد ما اقدر. امتى؟ وانا بعمل assigning او mapping او scheduling، يعني بقول مين ينفذ ايه. احنا هنا قلنا عندنا 6 تاسك، لو انا عندي 6 بروسيسور خير وبركه، لكن لو انا معايا 3 بروسيسور هعمل ايه؟ لو انا معايا 3 بروسيسور يبقى لازم افكر ان كل واحد منهم هديله 2 من التاسكس اللي كانوا عندي دول. طب انا هديله اي 2؟ قال لي لا، وانت بتوزع بقى التاسكس هنا ركز في الايه، في الكوميونيكيشن اللي ما بينهم، بحيث مثلا ده مش ديبند على ده، يبقى ده اوديه في حته او اديله، يعني اديه ل 1 بروسيسور وده اديه لبروسيسور تاني، لكن الاثنين دول ما بينهم لينك، يبقى الافضل ان انا اخدهم هما الاثنين واديهم لبروسيسور واحد. تمام. طب لو انا عملت اتنينات كده ولقيت برضه الكوميونيكيشن اوفر هيد جديده كبيره، ممكن لا ادي التلاته اللي هما بقى ما بينهم لينك ومن بعض دول بالمنظر ده اخديهم لبروسيسور واحد، واخلي الواحد اللي لوحده ده هو ده اللي هيبقى بروسيسور التالت، يبقى قللت الايه، الكوميونيكيشن بتاعتي. لان لو خدت اي واحد من دول هنا هتبص تلاقي اللينكين اللي جايين دول جايين على الناحيه دي، فالكوميونيكيشن هتبقى اكبر. يبقى نقول بس كده ان جنرال ان احنا واحنا بنفكر في المرحله الرابعه اللي هي المابنج او السكيدجولينج، بمعنى ان احنا بنحدد انهي بروسيسور هينفذ انهي تاسك، نركز قوي على ان احنا نحاول نقلل على قد ما نقدر من الاكسكيوشن تايم، ان ده هدفنا من الباراليزم. ازاي؟ ان بنبص على التاسكس اللي هي ما بينهم وبين بعض ديبندنسي، ولو عدد البروسيسور اقل من التاسكس اللي عندك هنا هتبتدي تبعت عدد اكبر، يعني هتبعت 2 أو 3 أو 4 بقى لكل بروسيسور، تبعت لهم مين؟ الحاجات اللي هي ديبندنت على بعضها، الحاجات اللي فيها ديبندنسي جامده بنحطها كلها عند بروسيسور واحد. دي معناها ان البروسيسور ده هينفذ التاسك الاولاني وبعدين هينفذ التاسك الثاني اللي ديبند عليه وهكذا، زي هنا كده ده هينفذ الاولاني ده وبعدين هينفذ الثاني ده اللي ديبند عليه، وبعدين هي ايه، هيعمل لينك يبعت بيانات للثاني في نفس الوقت، ده هيبقى بينفذ التاسكات دي ويبتدي يشوف اللينك ماشي ازاي وهكذا، في نفس الوقت الثالث هيبقى منفذ التاسك الثالث ده وهكذا. وكده احنا بنقول طبعا هنا مش معقول يبقى عندي 3 واقول هسيب واحد ما بيعملش حاجه خالص واوزع على الباقيين، يبقى كده انت ايه عندك ايدل تايم. نراعي ان احنا بنوزع على قد ما نقدر، بنحاول انه يبقوا كلهم مشغولين قد بعض، لكن دايما كده بيبقى في واحد اللي هو البي زيرو ده اللي بيجمع النتائج بتاع، بيبقى عنده اوفر هيد شويه اكتر من الباقيين، الا اذا كانت البروبلم ينفع تتقسم بلود بالانس متوازي عليهم كلهم. طيب لحد كده يا شباب في اي سؤال؟ عشان بس ما يقفلش معانا التسجيل فاضل دقايق، فانا هقفل وافتح تاني بنفس اللينك. تمام يا دكتور.